مرحبا، شلونكم؟ هاي حلقة جديدة من بس بالعراق، وانا سجاد الشاعر اليوم موجود من قلب النزيزة. النزيزة شنو؟ هاي منطقة موجودة بمركز محافظة بابل. اللي عرفته عن هاي المنطقة اهلها كلهم ناس بسطاء ومسالمين. راح اعيش نهار كامل بهاي المنطقة، خليكم ويانا. موجود بالنزيزة، هاي المنطقة الجميلة بأهلها وناسها. وصلت يم مطعم عمره 30 سنة يقدم كباب شوي لحم عراقي و26 شيش ب10,000. شلون؟ ما أدري. يربح هم ما أدري. خليكم وياه وتعالوا خلينا نشوف. السلام عليكم. قواهم الله. حياكم مرحبا. شلون الصحة؟ خير الحمد لله. شلون الشغل؟ خير من الله، نعمة فضيلة. شنو 26 شيش ب10,000؟ وانا حتى قلت ابيع لحم الكلب 5,000، انا كاتب. حتى لحم؟ حتى لحم، هذا عندي لحم عراقي داخل مبيعه ب5. 5,000؟ 5,000 دينار. شلون يصرف؟ خير من الله، صدقني. هذا اليوم الكلب لحم بالسوق ب9، انا ابيعه ب5. 5؟ صدقني. هاي اللي انت منها ل7 بالليل. وعراقي؟ انا اترم قدامك، اترم لك عراقي قدامك. قدامك؟ اي نعم. هذا الاخ هنا أنا. زين. عمال مال بناء. ايش قد تريد كباب هسه من عندي؟ كيلو. كيلو؟ كيلو كم شيش؟ كم شيش الكيلو؟ والله ما 26. شو اعطيك وياه؟ خير من الله. قبلات، طماطم، بصل، اي خير من الله. انا ذايق بشغله، شلون يصرف لك هذا؟ انتوا عمال مال بناء؟ انا عمال بناء كله علي الصب. بناء كل عمال هناك بناء علي. كل هنا يمي. كل علي. هذا شو اسمه المطعم؟ مطعم الشمس. مطعم الشمس. مطعم الشمس انا اسميه مطعم الفقراء، وانا اسميه مطعم الفقراء. مطعم الفقراء، وهذا انا مخليه سفره لحسين العفو. بابا يعني زين امانه الله، يعني مضبوط، يعني ناخذ من عندنا. انا مخليه سفره لحسين مفتوحه الفقره، ابو العرباني، ابو الحيب، ابو الشرك. معقولهم تعبانه كلها تاكل عندي بلاش؟ كلها بلاش؟ كلها بلاش. يعني ما عنده ياكل يمك ببلاش؟ اي واحد، هي مفتوحه كلها بلاش، وهذا المي مفتوح منها للظهر. كلها بلاش، تعال اشرب واطلع. ويلي صدقني. شنو هاي؟ شو تريد تاخذ؟ خذ، كله مباح، كله بلاش. كله مباح؟ صدقني. زين ادري هذا خساره عليك. خذ عمي. شنو نخسر؟ خيريات مال الله، من عمال عدها قدامك. نعمه فضيله. ايش قد عمره هذا المكان؟ هذا المطعم صار له ب70 سنه. ويلي ايه، انا مالي 67، عمري 56 سنه. العمر كله. جيت في الدنيا لقيت ابويا هذا المطعم عنده. ايه نعم. هسه اللي كانوا صغار يمك هسه الزوجه وبراو زوجتهم وبنت له. بعد عمال حجي، هاي الحجي هنا يمي، تعال قوي شويه برخصته. السلام عليكم. حجي دائما ياخذ من عندنا عمال سفري. شلون اخبارك؟ العمال منين تاخذ كباب؟ شلون الكباب هنا؟ كباب وتكه ومعلاق ولحم وكل انواع. تجون طيب الطعام لو لا رخيص؟ لا لا اثنيناتهم. اثنيناتهم ممتازتين، هو كلهم ربعه مو غربه عليه. والله ابن منطقة. ابن منطقة؟ اي يعني ما يغش العالم. ايش قد تعطيك الكيلو؟ ايش قد تاخذ الكيلو؟ 5. ايش قد؟ نص كيلو؟ 2.5. والنص كيلو ليش يبيع لك اياه؟ وقت الكورونا وما ادري ياهو. ايه نزل 2000 دينار بالكيلو. 2000 دينار؟ ايه فاد العالم، فادة كاملة، كل العالم تعلم بحياتي. ما شاء الله. انت منين تاخذ لحم البيت هسه؟ ما شاء الله. سلام اغاثي، شلون صحتك؟ شلونك؟ على راسك. شلونك؟ شنو جاي تضرب كباب؟ اي والله. شلون هالمطعم؟ ذهب. والله خلي نشوفك الكاميرا وجهي اللي يخبل. ماكو منه عمي، ابو الفقير ياكل منه. فقير ياكل منه؟ اي والله عمي مفتوح. والله عمي كسب هذا المطعم غير. حتى ما عنده يجي ياكل ويروح. مفتوح. مال الفقراء؟ اي والله عمي مال الفقراء. شنو نص كيلو؟ 14 شيش مو مكلو، 15 شيش بخمسة، 13 مرات، 14 مرات. شنو يعني؟ اي والله العظيم انا يوم. ولحم عراقي اللي ذبح. عاش عاش عاش، انا بنت اخو ابو عارف البيت وجاي تريحك. بيناتنا الله مو جمل الا على هذه. هم كتبه. هم كلهم خريجين. ايه خريجين كلها هنا تاكل. اي ناس تبتي مو قشامر حجاج. مشكورين. يعني ناس اوادم. الله يحفظك. قلبي على راسي. عمال 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 كلهم على الفقراء. هو كلهم يعني شو اسمه يقولوا يا
وكلاء وبيع جمله كلها تاكل هنا كلها تاكل هنا يعني حتى هو هذا عندي كل اساتذه ما جامعه عليه اساتذه ما جامعه هنا صدقني كلها تجي عليه المراكز مال الشرطه هنا عندنا بهذا الصوب كلها عليه صدقني كلها حلو من ضباط من عميد كلها هنا تجي من عندي كلها تطلب سفري من عندي صدقني انا بجرب وهاي عندنا تكتجات وكباب دجاج اما كل شيء عندنا هذا مطعم بالنزيزه مطعم شعبي هذا سهل احنا مطعم الفقراء شلونك؟ شخبارك؟ جاي تاكل كباب؟ لا يعطيك اياه ببلاش الشيش هنا؟ ها؟ ما اسمع صوتك بلاش تعرفه؟ يوم ويا هنا انت؟ اخواني الاعزاء في هذا المكان هذا المطعم ابو سجا حجي مكي قدم اكل للفقراء الحالات الخاصه مثل هاي الناس الطيبه بلاش بحيث هم يعرفوه يجوا يوميا الصبح هنا يتريقون يطيهم لفه بلاش ما يقولهم عمي تعال اعطوني فلوس سووا له لفه عمي سووا له لفه سووا له لفه خليكم ويانا طب الف عافيه هاي تكه وكباب ومعلاق هذا البيش ذني كل 11 دينار ذني ذني 11000؟ نعم كم شيش؟ مع الشيش مع كلاو وتكة ومعلاق وثلاث شاش كباب ثلاث شاش كباب طماطة وبصل ومقبلات يعني حوالي 10 12 صمونين 11000 دينار؟ 11000 نعم وان هاي ب 11000 دينار موجودة في غير مكان؟ بس بالنزيزة لحم عراقي هاي قدامك لحم عراقي هاي معلاق وكلاو وقلب هاي ما شاء الله ما شاء الله 11000 دينار ما شاء الله سجا هذا عمره اكثر 70 سنه نعم يعني انت هنا من كان صغار انا عمري سنه المنطقه اشتغل بهذا المطعم نعم كبروا نعم كبروا وياك كلهم كبروا وياي نعم كلهم هنا يجون ياكلون بهذا المطعم خاف اصدقائك كلها تاكل بلاش صدقني اصدقائك ببلاش اي صدقني كيفين هم ها كيفين؟ هي الأخوة والصداقة، الأخوة والصداقة المن تراد الله بس بالفلوس الله لا بروح على بيت الله 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 هذا صديق الحقيقي يا إخوان نعم هاي الأخوة الحقيقية أصدقائه وجماعته يجون ياكلون إذا أعزي الآن يوم هنا هاي النزيزة تعتبر مغلقة يعني نزل يعني ما حد يطب لها ما كان حد يطب لها يعني شكو بقى شكو هنا كلها مشغلة هنا شنو الإحساس اللي يرادك وانت تطلب بلاش للناس الفقراء والمحتاجين هاي العالم اسالني ما لي شغله هاي العالم لا لا العالم صحيحه هاي العالم اسالها كلها هاي نساء واقفه شوف هاي نساء ايه روح روح حسين قلبي ايش يبيع كم لفه؟ ابيع لفه ب 500 500 دينار لفه اي لفه ب 500 شنو هذا الرخص؟ خير من الله نعم الله نعم فضيله خير من الله وانا سمو قدامك قاعد اشاهد الحاله ما شاء الله قلت لك اذا عزل هاي النزيزه ايه لفتين بلف دينار اخوان لفتين بلف دينار كباب لحم عراقي 100% مو عبوسي وهاي النسوان برا الحين هذا ياكل شيش تكه بلف دينار السيد تعال ابو حارث تعال يمي شويه تعال حقيقه ما له شغله هذا المطعم الم المفتوح والله الفقره والكسبه الفقره والكسبه الله يوفقكم الله يوفقك ابو سجا اسال اي واحد انا ما لي شغله اي واحد بالشارع يفوت وقفه سعيده انا كلامك كله صحيح نعم انا تقول مثل ما انت تقول واكثر نعم انا اقول ليش؟ الله انا عندي قناعه من الله سبحانه وتعالى القناعه كنز لا يفنى ترضى بالقليل خير من الله قليل مستمر اكثر من كثير منقطع عندك هذا المبدا؟ اي نعم عندي هذا المبدا انا ليس احب للمال ابد ما احب المال ابد ما احب المال يدرون بي المال ولا ببالي يا ما عمليات يا ما جماعة جنايز ذنب كل شيء داني من جيب الخاص ما شاء الله الله يوفقك انا هسه هاي ثالث وجبه لحد زيت فلوس السوري العوال مع الفلفل ومواد غذائيه حتى السوريه وصلت ان شاء الله حركت
تريلي من هناك كامله غذائيه سوريا مسدة زينب. هذا الكرم العراقي اللي نسولف عليه اللي ما تشوفوه بغير مكان بس بالعراق، وانا موجود بقلب النزيزه يم مطعم الشمس او مطعم الفقراء، يقدم كل شيء ببلاش. تعال رايد للما عنده يجي ياكل يا شرد ويروح، تعال بدون ما يدفع ولا ربع دينار. انا موجود يم اكرم رجل موجود هنا بالحله مكه ابو مطعم الشمس بالنزيزه. مكه ابو مطعم الشمس بالنزيزه يستاهل واحد يتعنى له ويجي. ادم لكم انا عند طبعا فراش الله يرزقك من هناك لهنا جيتكم على الله يوفقك خدمتكم الله يوفقك على راس الغالي الله يوفقك اهلا وسهلا ابو سجا. خليكم ويانا راح ناكل ونروح لغير مكان. لحد الان عندي دراجه ما عندي سياره. ما عندك سياره؟ نعم صدقني خير من الله شغلين، يعني صار 50 سنه بهاي المصلحه. ما بنيت عماره؟ ما اقدر تريش؟ ايه؟ انا يدرون بيها ناس، انا شغلي وعملي كله ايه؟ نص الي ونص الفقراء المساكين واليتامى. صدقني. عمارتك بالجنه ابو. والنعم بالله وانا اطلب اطلب الشفاعه من الله سبحانه وتعالى كل شيء مالي. كل شيء مثلي. هو اريد اريد الاخره سبحانه وتعالى. بس لو غيرك واحد هنا ويبيع وعلى هذا البيع ما شاء الله. مو فتح عماير ومحلات. انا اذا اشوف يتيم ابكي عليه لو عندي ما عنده الطياقه الداخليه. نعم. يا ابوي صدقني. شنو؟ يعني احب اساعد العالم. ذاك اليوم امي ايه؟ يما رحت خطاهم قريبين عليه. ايه؟ قال لك يمه بس أمي ام خوارديه كلش. ايه؟ انا امي نفس طريقة شعدت تعطي الفقر المساكين اليتامى. حلو. قال لك بس يمه الزميده قلت لها ما اعرف هذا طبعي. قلت لها طبعي. بالبدن غير قلت له ما اقدر انا هذا طبعي. اه طبعا. قلت الزميل قلت له مو بيده ما اقدر. احلى طبع هذا. ايه احب اساعد العالي مطل عالي كل شيء. ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقك. مو بيدي انا مو بيدي استاذ اشوف عندي فلوس ما اقدر اخلي الجيب اروح على ابوي الفقراء المساكين التامة. ما يبقى الفلوس بجيبك. انا بتعبر ذاك سوى العمال مال البلديه ثق واعتقد ايه؟ يعرفون طبعي ايه؟ امشي كل واحد يعطي خمسه خمسان امشي. شنو هذا؟ شنو هذا؟ صدقني ما ازل عليك. الله يوفقك. انا متبرع به للامام الحسين كله بروح ابوي هاي الشغل وكله ما يرهن به. مو ببالك ولا ببالي هاي القناعه اللي احنا وانا عندي وعندي موكب بالسيده زينب سوريا. اي بعد ثلاث اشهر اي اطلع اسوي 200 كيلو لحم و200 كيلو دجاج عندي هاي على النشر مالتي ايه. على صفحتي وراح اطلع بعد ثلاث اشهر يطلع منها موكب يكمل يحرك كامل علي الطبخ مالتي الموكب كله على حسابي الخاص والكل تدري. نعم خلاص هاي هي الله يوفقك. خادم لك انا الله يوفقك على راس الغالي. هذا الشخص ما تشوفه بس بالعراق وبس بالنزيزه. خليكم ويانا. اخوان كل مكان الشاي الاستكانه بربع بالنزيزه اثنين بربع. ابو احمد حيالي قلبي ليش اثنين بربع؟ هذا احنا متعودين كله من الاول ما صار. اي شاي اثنين بربع يصرف لك؟ خير من الله الحمد لله. شنو القناعه اللي عندكم يا ابو احمد؟ اهم شيء رزق اهم شيء تقتنع خالي. والما عنده؟ ما عنده يشرب يروح عمي يشرب يروح يشرب يروح جاهز خايف اسكت جاهز. ما عنده يشرب ويروح عيني مو تخسر انت هيك؟ اكو الله موجود ابويا يقول لك والله موجود العالم هنا تحبك ابو احمد عيني. صار له قد هذا الشمبر مال شاي فتحه؟ والله خالي كانت قهوه قبل هي هاي الجماعه مفتحينها زين بس بعدين سواها توزع صار شمبر محل الجماعه الموجودين كان ابو عبد الله موجود في القهوه مالته ما في زين. فصار ايش قد عمرها هاي هسه هنا؟ قديم كلش قديم من السوق هاي العالم كلها تعرفك هنا وتحبك. بس انا من جيت بالفتره الاخيره مو هذا ترى لا ساعتها بالفترة الأخيرة ايش سوت العالم وهل هاي العالم تحبك هالقد؟ والله يا خالد تحبني من رب العالمين هاي مو من بشر ترى. والله ذاتك شاي خالص ابغى شاي قلبي. من رب العالمين هاي عمي. من رب العالمين. اخوانك هنا بهاي المنطقة كلهم قنوعين. كلهم يحجون بقناعة كلهم بسطاء. واحد يعرف الثاني واحد يساعد الثاني. تحس هنا المحلات اللي انفتحة والكافتريات والمطاعم وضو الشاي. مفتحين هم فقراء وجوا فتحوا هاي المشاريع بحيث يعرفون الفقير ويحسون بمعاناة الفقير. اللي ما عنده يشرب ويروح، اللي ما عنده ياكل ويروح، اللي ما عنده يشتري ياخذ ويروح. لا يدفع ولا ربع. هذا التكاتف اللي ما تشوفوه بس بالعراق. هاي الروح الطيبة اللي ما تشوفوها بس بالعراق.
هاي الإنسانية اللي نسولف عليها اللي تلقوها عند الفقراء قبل ما تشوفوها عند الأغنياء وتشوفوها بس بالعراق. أنا موجود بمنطقة النزيزة. هنا بش الحلاقة؟ خمسة كاملة؟ كاملة. لحية وشعر؟ لحية وشعر وكاملة. وترتيبات؟ ايه ترتيبات 5000. 5000 مو قليلة؟ والله هي العشاء سوا احنا على الموقع مالتنا وراضين برزتنا والحمد لله وشكرا. يعني كلهم قنوعين. ايه 5000 دينار حلاقة، هاي وين تشوفوها؟ ايه. يعني الحمد لله وشكر عايشين عيالنا يعني خبزة حلال. خبزة حلال؟ ايه العشاء سوا. 5000 دينار؟ ايه 5000 دينار. عمي ترى هاي مؤقت الاسعار راحت من زمان. ايش تسوي الان؟ انتم باقين على الخمسه؟ اي باقين على الخمسه. خمسه واربعه؟ خمسه واربعه. اذا زيدتها شويه سته؟ سته بعد ما حد يجيك. بعد ما حد يجي؟ اي وين؟ بعد هالبساطه موجوده بمنطقه النزيزه، نزيزه هاي. نزيزه اي. بالنزيزه ب 5000 الحلاقه. ايه. تعالوا هنا زينوا. اللي يريد يزين ب 5000 موجود، شو اسمك؟ عمار ابو ياسر. عمار ابو ياسر بالسوق؟ بالسوق النزيزه. سوق النزيزه. 5000 دينار خليكم انا مستمرين. فومه على شنو؟ ما سويت لك شيء انا. شنو ما سويت؟ ما سويت لك شيء والله. بويا شنو هذا؟ والله ما اخذ. والله ما اطلع. والله ما اطلع. ما اطلع. ما اطلع. ما اطلع. والله وحلفت شنو؟ ليش؟ ما اخذ والله. والله بالفومه. ممنون. بس بالعراق. ما حد يقبل ياخذ فلوس. العراقيين نموت على الاكل. وارد احنا هسه ليش العطله؟ ليش نجيب العطله؟ ايه. حتحط. حتحط شنو هذا؟ كبة. حطوط كبة؟ اول مضبوطة هنا؟ يعني بعد مدعوة. هاي شنو؟ والله العظيم يقول لك اهل النزيزة كلهم هيك نفسيتهم طيبة. هو هاي مات واحنا العطلة كم واحد القديمين نلتقي يوم بين قلبه مكي مكي وحط وحط حوط. اي ما قانون هسه الكبة ما نحطها لازم نجربها ما بين نجرب. اول ما تخليت صبالي ذن اثنين كبه سلق وقلي كبه درجه اولى درجه اولى وجاسم ما يدري يقول لهم وين معطول شغلتك عفان كبه لحم عراقي تعالوا خلينا نجرب اخواني الاعزاء اللي يريد كبه اصليه لان مطعم عمره اكثر من 30 سنه هنا انا موجود هاني بالنزيزه بمركز محافظه بابل بالحله هم هاي الناس الطيبة أصحاب النفسيات الطيبة قدموا لك كبة بأنواعها بس كبة أكو كبة أكو مخلمة أكو باقلة ها بس أنت اختصاصكم الأول اختصاص كبة كبة أكو كبة وياها ثريد وياها ويش وياها ثريد أو تريدها ناشفة أو تريدها ناشفة إيه بس إحنا هاي درجة أولى العافية سلك بس هاي القلق هاي تمن هاي تمن إيه كبيرة حارة أنا بس أسمعكم القرمشة اسمع القرمشة أستاذ حسين اسمع اسمع متروسة لحم راح شلون حارة لحم مليانة كبة تمن 3000 دينار من مطعم حطحوط بالنزيزة عاشت يدكم شقد تحصل بهذا 3000 ايه مرات 4000 اجيب دول هذا هذا وين تودي؟ هذا هنا برخان هذا هاي زباله لو اكل لو تودي للحيوانات؟ ايه تتلمه؟ ايه وتروح تبيعه لو شو تسوي له؟ اشتغل وياهم بالخان تشتغل وياهم بالخان؟ ايه هذا الخان هنا خان هنا؟ ايه شلون وضعك انت؟ زين ها شلون عايشين؟ زينين زينين؟ ايه بس هم مريضة اويلي ايه والله شايل هم امك؟ اي والله. وما يجيب الا دواء مع الضغوط. اه. اي والله. تعبها هيجي؟ اي يا عم. هي لبتني وتعبت علي. الله. اي والله. الله. اي والله. شنو ببالك؟ شو تريد؟ كيفك انت؟ انت شو تريد؟ ما كنت تطعى؟ ها؟ تطعى. تطعى شنو؟ انا نقعد بيها. قاعدين اجارتو؟ اي والله.
اجار؟ اي من تجيب فلوس اجار؟ من عربانة هاي؟ اي والله اجمع وطي. متزوج انت ولا لا؟ لا ما متزوج. قد عمرك؟ ما اعرف انا بالعمر. ما تعرف قد عمرك؟ اي ليش؟ امشي. علاج امك بليش تشتري؟ 15. 15 تشتري؟ اي والله. ومن شلون تلمهم؟ هو من العربانه. من العربانه؟ ايوه عاد تجيني كروه. تجي كروه؟ ايه. من الصبح لليل تجيب علاج امك ولا لا؟ ايه. اه. اليوم علاج امك الفرات راح الدفعه. ايه. زين؟ يلا بس اعطيك فلوس. ايه. تشتري علاج امك. ايه. زين؟ وترجع للبيت. ما ترجع ترتاح. ايه. ماشي؟ ماشي. هسه مرتاح؟ ايه الله يعافيك. اه. عايش تيدك. بعد كل الأشياء اللي شفناها بهاي المنطقة ونفسية الناس وبساطتهم وأسعارهم الرخيصة، دلوني على طبيب أسنان بأسعار خيالية ما سمعيها قبل. وصلت لهذا المكان من واحد لواحد نسأل. وصلت يوم دكتور مكي، تعالوا أنا خلي نشوف سوى الأسنان، بيش قلع السن، بيش أشعة الأسنان. خليك معنا تعال. دكتور قواك الله. أهلا بيك. الله يحفظك. وأهلا وسهلا ورحمة الفرات الفضائية. اهلا وسهلا بكم. شنو هذا الاستقبال الحلو دكتور؟ احنا خدامك. الله يحفظك. قناة وشباب اعلاميين. الله يحفظك. خريجي كليات ويا اهلا وسهلا. الله يخليك. دكتور هاي العيادة ايش قد عمرها؟ العمارة هاي البناية؟ لا عيادتك انت هنا. صار لي من 2002. من 2002 لحد الان. اي. بيش حشوة الجذر. اي. بيش اشعة الاسنان. اي صحيح. قلع السن بيش. صحيح. تركيب الاسنان بيش. العفو استاذ، من 2011 2002 بذاك اكو رزدي. اي. وسنة 2011 شلت من عنده هنا، اجيت سنة 2011. 2011 هسه راح اعطيك الاسعار استاذ. زين. حتى ترتاح انت وعاد. انا اقلع السن. اي. ما اخذ كشفيه. هو يعطيني 1500 اقلع له ويروح. بيش؟ 1500. 1500 دينار؟ اي. شو تحكي له تشاغل؟ انا ما اشاغل وياك. قلع السن ب1500؟ اي. تعال العصر وشوف الازدحام واقلع. اي والله ب 1500. قليلة دكتور. هاي بعد سويناها عيادة خيرية للفقراء يا دكتور. زين شنو الفائدة لك شنو؟ ها؟ الفائدة لك شنو؟ فائدة مستفاد أنا. مستفاد؟ الحمد لله ماكل شارب وليداتي كملوا كليات مسائية والحمد لله أنا. حشوة الجذر بيش؟ حشوة ما عندي حشوة جذر. يعني هي بيش بالمعنى. سويتها انت؟ لا لا بالمعنى أنت. ايه؟ أنا أنت تجي إلي. زين. اكمل لك السن حشوه، تحتاج حشوه جذور. ايه؟ تحتاج بلاتين. ايه؟ انا اكمل لك اياها كلها الوقتيه ب 1500. ايه؟ والدائميه ب 3000. فما عندي حشوه جذور. ترى اسعار مو موجوده بس ما شاق وياك. ما شاق وياك انا. يعني طبيب الاسنان الوحيد بالعراق هاي اسعاره؟ هاي اسعاري. يعني شنو اللي دفعك تاخذ هاي الاسعار البسيطه؟ اها استاذ خليني اقول لك. ايه؟ انا راح اقول لك على حكايه وانت. اليهودي. ايه؟ يشتري الشاي بسعر يبيعه بنفس السعر اللي شنو هو يشتري بيه. قالوا له شاي شو تحصل؟ قالوا ما حصل الصندوق. انت افتهمت؟ لان كل ساعه يخلص الشاي. ايه؟ شي يجيب صناديق يجمع عن يجي النار يشتري هن هذن ربحي. انا شنو ربحي؟ ايه؟ استاذ ما يحشي واحد، يحشي أربعة بنفس الوقت. هاي وحدة. اثنين يجيني أشلع له سنونه. هذا الولد اللي بصفي
اسعاره زينه، ما اقول لك يعني رخيصه، يعرف ابو علي ايه. بس اسعاره زينه، يركب فتش ويروح فوق جوا يعني طقم فوق سنين. هاي السياسه زين دكتور. هم عندك ابتسامات هاي مال هوليوود هذني الجديده هسه؟ لا هي هذني استاذ تاويل، هذني راح اسولف لك اه. هو ابتسامه هوليوود يعني تنظيف الاسنان، انا انظف لها اقول لها دروح، هم يحطوا لا قاصر ايوه مبيض، لا لا قاصر بالقطنه، وبعدين اكو جهاز شلون هذا الجهاز ايه. مثل اللايت كيور، شوف استاذ ايه. هذا ايه يحطه على السنون، هذا المبيض يسوي 200 دولار 300 دولار سنة سن الواحد، اسعار هي اسعار خياليه. وبعدين هو ابو هوليوود ايه. يسوي لك شكو حشوه بيضه مكسوره او ايه. فرقه ايه. يسويها هاي وي زين. تقويم التقويم ما اشتغل تقويم، ما تشتغل اي، بس انا يجيني ايه. اقول له ابوي اوديك للتقويم ايه. للحكومي اثنين مراكز تخصصيه زين. تروح لها انت باحاله ايه. تحيل إحالة زين. هم يكشفوك يقولوا لك عندك خمس أسنان ايه. حشيهن ايه. وعندك تنظيف أسنان نظوف ايه. وعندك سنين قلع، أكمل إلى الورقة يروح يلبسوا جهاز، بس ورا سنة ورا ست شهور يعني التحام كل الحلة على ذن كل بابل هي وقضية ونوعية على ذن المركزين. هذين المركزين فيها دكتور ودكتورة. عايش تيدك دكتور، موفق إن شاء الله. حامل. الله يحفظك. لا جبنا لكم شاي. على راسي، حكاياتك حلوة. حبيبي. هاي الهلا والمرحبا رحبتها إن. بالعيون. الله يحفظك دكتور. والله أنتم الإعلاميين إيش قد ما تم عندكم مع داعش. أي والله. أنتم ناس شرفاء من أجل الكلمة الصحيحة. الله يحفظك حبيبي. دكتور. خليك ذخر للفقراء. تفضل. الله يحفظك. أبقى إلى أن آخر. دقيقة بحياتي. عمرك طويل. هلا بيك. عمرك طويل. كل الهلا. احييك على هاي الانسانية. الله يعطيك العافية. الله يحفظك دكتور. يا اهلا. يعني تخيلوا انت الشرف دكتور. تخيلوا انا موجود يم طبيب الفقراء. حبيبي انت. كل شيء بألف ونص. شكرا. شنو اللي ببالك؟ انت جاي سنوك توجعك. ايه. تريد حشوة؟ تريد قلع؟ تريد تركيب؟ انت خلي بجيبك ألف ونص وتعال للحلة. هاي منطقة اسمها جباوين، تصعد شارع أبو القاسم، تصعد بهاي العمارة يم دكتور مكي الإبراهيمي. يا أهلا. خلي بجيبك ألف ونص وتعال هنا. كل الهلا. حكاياتها الحلوة، إذا كنت مريض تطلع أنت حتى لما تسوي سنونك تطلع هناك كل شي ما بيك. هلا بيك حبيبي. هاي الكلمات اللطيفة، عمره 70 سنة دكتور بكل إنسانيته. شكرا. يقدم دعمه للفقراء. شكرا. هاي شوفوا وين. أهلا بالعراق. بس بالعراق. على راسي دكتور. على راسي. على راسي دكتور. على راسي. على راسي. حلقتنا هنا انتهت، انتظروني بحلقة جديدة، مع السلامة. طول الله عمرك.